بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بعد ما تكررت الطلبات لمعرفة كيفية تشغيل الماكينة، وأنا طبعا أشوفها فتشي بسيط جدا، بس يلا إن شاء الله يا ربي أكون أفيد قسم منكم اللي ما يعرفوا لها هذه الماكينة. هم رادوا هاي الماكينة بالذات، يعني يظهر عندهم ماكينة مثلها. فالمهم الماكينة هذا، الماكينة آلة الخياطة منذ أن اخترعها اخترعوها وسولها شركة سنجر 1850، ولحد الآن هي في حالة تطور، كل موديل يطلع يتطور. فتشوفون بها كل ماكينة بها تطريزات، بها بيت دقمة، بها شلون تسوي الدقام، يعني تطورات كثيرة. طريقة اللظم، طريقة اللظم كثير من الأشياء مثلا حتى هذه. فنشوف الماكينة متكونة من هذه الأجزاء يعني. فأول خطوة نقوم بها، أول خطوة من بعد ما نحصل على الماكينة، لازم نفتح الكتالوج ونشوف ونطلع ونشوف الصور مالت الكتالوج شنو تحتوي، شنو هي الأشياء اللي تحتويها الماكينة، وبعدين يعلمك على كل حاجة موجودة. وإذا ما تعرفوها يعني ما تنفهم مثلي ما أفتهمها، هذه اللغة الألمانية مثلا أو فما أفتهمها، لكن على الصور، على الصور. واللي ما عنده كتالوج مثل هذا، وطبعا هو ويا الماكينة ولازم يكون أنتوا تحتفظون به، فإذا لكل آلة لازم تحتفظون بالكتالوج مالتها. وإذا ما عندكم فخلف الماكينة، منا خلف الماكينة أكو هذا المربع أو المستطيل مكتوب باسم الماكينة والرقم، وتكتبوه على الانترنت وتطلبوه وتشوفون يشوفكم على الأقل الصور، الأجزاء مالت الماكينة، أفلام متعددة بهالحالة تجيكم لأن الموديل والاسم يطلع نفسه. المهم فأول خطوة نقوم بها بعد ما شفنا الكتالوج، نشوف الأدوات، نطلع على الأدوات اللي مع الماكينة، نشوفها محطوطة مع علبة نشوف شنو هي ونقارنها بالكتالوج، كل حاجة شنو تسوي. هذه لتنظيف الأسنان مالت الماكينة، أسفل الأسنان. هذه إبر احتياطية، هذه لبيت الدقمة، قياس بيت الدقمة. هذه للفتح البراغي، للدهن. وهذه رجلين، واحدة أو دواسة للدقم وهذه للمكوك وهذه للبرم، هذه للأبرة. وبعد يمكن هم أكو بعد شغلات أخرى مع الماكينة. فممكن تحصلون على الدواسات بأشكال متنوعة بعد أكثر، مثلي أنا أركب لها غير مال بارون ومال كاف وأخليها زين. هسه طريقة الدواسة هذه شون هالشكل تطلع، بس ترجعيها عليها وتنزليها، وهذه منا العتلة هالشكل فترجع هي بها فد مكان هنا تدخل بي. وهاي منا إذا تريدين تفتحيها فد برغي هالشكل تنفتح كلها تنشال، وتقدرين تبدليها أيضا. الإبرة بها مكان مسطح، الإبرة بها مكان مسطح هالشكل، وبها مكان مقوس.
فهذا المسطح هو نفسه يدخل داخل وينبرم، هذه تنبرم يعني ينفتح البرغي من تنكسر الأبرة، والأبرة تكون إذا ناعمة للأشياء الخفيفة، وإذا سميكة الأشياء السميكة مثل الكاوبوي والدايولين وغيره. فهاي هسه الإبرة تثبيتها، إذا تحبون ما عرفت تبين أو لا، لأن أنا مدى أشوف هاشوفوه هسه طلعت الإبرة، أرجع أدخلها بهذا المكان، أدخلها بحيث أشوفها وأبرمها. أشوفها دخلت، فهذه الرجل، هذه الضوء همين قسم برغي قسم ممكن تبدلوه إذا يعني صار علي شيء خراب. نجي على طريقة اللضم، بها خيطين، خيط من الأعلى وخيط من الأسفل. فالخيط الأسفل هو مالت المكوك، وخيط الأعلى خيط البكرة. فخيط المكوك طلعين المكوك مثلا، تشوفي تباعون على المكوك بخط منه، هذا الخط يدخل بهذا، هنا اكو يعني فد بالمالت المكوك اكو فد مكان تحطي بي. فاول خطوه لتلفين المكوك تاخذين الخيط هالشكل، تلفيه فد لفه لفتين، وبعدين تخليه بالمكان بحيث هذا الخط يدخل بالزائده مالت العتله. وبعدين هذا المكوك هالشكل، هذا منا العتلة نسحبها حتى تتوقف هاي المنطقة. وبعدين تفتحين الماكينة، نفترض ناخده هذا المكوك انتهى، ونرجع هاي العتلة ونرجع هذه هيك كانت، نرجع هالشكل. فهذا هو ملي المكوك، يرجع المكوك يدخل بهذا البيت مالته او الغلاف. وبعدين اكو منانة فد مكان او يدخل بيه الخيط هالشكل. طريقة وضعه، اولا هذه منا تمسكيه، ثانيا دخليها الشكل بحيث هذه تدخل، اكو لها ايضا مكان خاص تدخل به، تضغطين عليه. واحيانا يسوي فد نوع من الطقة، واذا ما سوى انت تصعدين الماكينة توديها يسار يمين حتى تتأكدين انه ما يسقط. فانتهى هذا منانة، وترجعين تخلين هذه بس تخليها بحالة الكم، أشياء الضيقة حتى تدخل بيها، أما إذا عدلة فما تحتاجين ترجعيها. زين، نجي على لضم الماكينة. لازم من الكتالوج ناخذ شلون تلضم، من الكتالوج ناخذ شلون تلضم الماكينة. فما يصير أغير واحد عن الأخ، فهي من البكرة على هذه المنطقة، هذه النقطة إلى هذه اللي هي من الأعلى، هذا المكوك انتهينا منه، الأعلى بأهم نقطة الميزانية اللي هي تسحب الخيط، والجزء المهم العتلة اللي تسحب الخيط من
من الميزانية. فحتى نوصل إلى هالنقطتين هاي عدة نقاط نمشي بيها. أول شيء منا ينزل على الميزانية، هذا الميزانية يروح ورا الميزانية إلى هاي العتلة اللي هي تسحبه، هذا العتلة تسحبه. بعدين مرات هنا مرات عدة نقاط، مرات نقطة واحدة، هسه نقطة واحدة فوق الأبرة. بعدين الأبرة شلون تلضميها للأبرة؟ أول شيء تقصين المائل، وبعدين زين هذه هي لضم الماكينة، ما بها شيء. تخلين زيادة بالخيط جزء فد 5-6 سنتيمترات. هسه ناخذ فد قطعة قماش نجرب عليها. الغرز اللي تريدون تسووها كلها خليها بالأحرف، أحيانا بالأرقام أحيانا بالأحرف. هنا خليها أحرف A B C. فخلي نجرب من البداية. ها منا منطيش 1 2 3 للأربعة، هذه للكبر الغرزة من هذا الجانب يمكن ما تبين، وهذه حسب الأحرف، هذه هاي بالوسط. وبعد شنو أكو ميزانية الخيط على آخر شيء أنا مسويتها على 7 و9. 9 أكثر شيء الضب، أنا مخليتها على 7. زين وها هي هاي العتلات الموجودة، هذه للمكوك وهاي الخلف وأمام، هاي إذا بالحالة الاعتيادية أمام. فهسه هذه هسه نسوي على الأي، هذا الأي عدل زين، بي زقزاق قليل، سي أكثر، بي دي أكثر، خلينا نروح للإي أكثر، هذا الإف، هذا الإف مثل اللقط، مثل اللقط وهكذا. اتش أنا أحب الاتش لللاستيك والأشياء الجرسية. ده تشوفون هذه هي. بعدين من نريد نطلع هالشكل بيدينا نحركها يمين يسار، وبعدين فهذه هي الغرز الموجودة. طبعا بعد بيها كلش بكثرة غرز، بها كلش بكثرة، بس كل ما أخذتي غرزة بها تحشاء بكثرة كل ما خليتي الماكينة مالتك تستعمل أكثر، وهذا يؤدي إلى يعني احتمال يعني عمرها الزمني ينتهي فبسرعة. فلذلك أنصحك كنصيحة مني، أنا استعملت ماكينتي فترة طويلة جدا في استكفارنا، ما استعملت التطريز إلا للضرورة القصوى. أما التطريز هذا التحشاء هذا اللي يجيني كي وألو ما استعمله إلا قليل، لا السوتاج موجود فليش استعمله. فنفترض أنه بيت مال الدقمة، بيت الدقمة تروحين إلى R، إلى الR تشوفين بالأخير هذا الR، هذا بيت الدقمة. طبعا هو بها رجل خاصة، وهات صغيرين الغرزة صغيرين الغرزة مدى هذا. بعدين R S R S ده تشوفون S قوم أعراض S T بنشوف راح يطلع
وبعدين يرجع الاس. هو بيت الدقمة برجل خاصة هميني، بعدين يفتح الواحد بالفتاحة الخاصة. من جبتها؟ ها هذه للقياس، هذه يستعملوها للقياس. فهذه للخلف، هذه منا إذا تريدين فتشيل الخلف. هسه نرجعها. وهذه أرجع أكبرها لأن صغرتها. وهسه مثلا هي للأمام، أريد أرجعها للخلف، أريد أرجعها أمام. هذه هي. هذه هي الأهم الخطوات، اللظم والميزانية، ولازم نضبطها الميزانية، ومن تضبطوها تخلوها على شكلها، والمكوك والأدوات الاحتياطية. وهذه هي الصور، كل ما في الأمر ما ظل أي شيء. إن شاء الله فيديو لاخ أنطيكم بعض الإشكالات اللي تصير بالماكينة حتى لا يصير الفيديو طويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.